شيخ يا شيخ ما يصلحش بيع حاجة مش حقي. خلاص ما معكش هات بيزي يلا أشب يا سيلحين. منين هبلك ما معيش بزاز عارف يلا اربطوا لنا هنا على منخلة تمام يا شيخ افتح كده يا شيخ وبطوا يا شيخ ما بطوا يا شيخ اربطوا لنا من هبلك والله ما يبقى لا ريال والله ما معكش ولا ريال ومليون اللي بزيته تعرف تتزوج يا شيخ سامحني مهني قليل اشاب يا زيد الحين شغل عليك من هبلك فلوسه من قال لك تتزوج ها ما بيقولي نفسك من دري منه اما مليون حقي تسمع الا لا مليون يا شيخ ما حق اما يا شيخ أباقس ما فين الضابط وفتيني في المزرعة وسمعت انه مواتي اللي هنا ضابط وفتيني يه يلا فكلها فكلها ودونا هناك ودونا هناك مشم قديمة يلا مشم قديمة ايوة مشم قديمة اكزاو يلا انا شاوريك شاوريك يا شوطة يلا أباقس ها شيخ ايه اسمع بوك الطقة صحيح ما يقولون تسمع إلا لا يه وابلي خبر يلا يلا تمام أكيد فتيني فتيني فتني إن ما وريتك فتيني ما أكون أنا الشيخ طفاح ما نقدرش نتهم طفاح من غير دليل يا فندم يا فندم طفاح الوحيد في قريته اللي يسعى وراء ديتي أنا عارف يا فتيني أنا عارف إنه طفاح وراء الموضوع هذا بس اتهامنا له من غير دليل يضرك أكثر ما ينفعك خلينا نروح لعنده ونطلب منه يتعاون معنا ونشوف رد فعله ايش وخلينا احنا نبحث عن السارق بهدوء جعفر خلف تيني ما حدتون جابين لا لما بك انت طفح من الصباح مش انا مدرن اللي عليه ولما دحن مرقاش اكيد يكون طفح حبسه ها يا فندم شوف تهمة جديدة تضاف للطفاح حبس الناس في سجنه الخاص خلاص خلاص ما نروح ونشوف الا قولوا لي يا شفيقة اخر مرة لما حققتوا معك بالمضافة عند الشيخ طفاح كنت جالسة تبكي وكل شوية أثناء التحقيق تشوفي لعند أبوكي ولعند طفاح أنا حاسس إنك مخبيها حاجة عليها لا أنا مش مخبية ولا حاجة طيب والسكين حق نوريا اللي حصلتي يوم البحث عنك ليش ما كلمتينيش ما فيش حاجة يا فندم بعد مش وقت هذا الكلام خلينا نروح ندور بعد أبيك يلا بنروح ندور بعد أبيك بس لازم أجلس معك وتقولي لي كل اللي تعرفيه يلا يلا يا فندم لا حول ولا قوة من باكس ما معك انا حتى اليوم ضابط ويتحاكم على شفيقه ضابط شفيقه يه ما قالوا انا ما سمعتش محكاه كله بس انا متاكد وحاسه ان ضابط يعرف ان معاه حكاه على نوريا يا بيي من طلع لنا شفيقه ذي من طلع لنا شفيقه ذي اسمع انضابط ذا مشكلة انضابط ذا مشكلة ما دم طرح شفيقة براسه بجلس وراها 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 لما تخبر علي سمعت شفيقة ذي خطر علي ولازم نصلها قبل ما يصلها الضابط نسكتها تمام 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 اسمع ابي اعرف الخبر ذا لا يا شيخ مش عارف لا احسن متقلوش سمعني احنا لازم نوصل لشفيقة قبل ما يصلها الضابط تمام؟ يه نسكتها بس كيف نجيبها؟ كيف نجيبها؟ نجيبها بذئ ما هو ذئ؟ نكتب على شفيقة يه من جبت ذئ؟ فشلت على شوتر سارقوا انت سارقوا وكيف نجيب شفيقة بذئ؟ ذا خلى علي خلى عليك؟ يه والله والله بعدي يا مبروك ما معك تسافر أم أطلع باقي إلى شهرين وبعدين بقلك يا شيخ الله يحفظك الله يرضى عنك أنا بين أقول لك يومين ضروري أروح أجيب للوالد والوالدة مصروف وأطمن عليهم وارجع بسرعة يومين بس يلا بقولك يومين تمام يوم السبت وانت عندي تسمعنا لا لا أيوة. هنا تيتي لعندي لهنا اولا ما تبوك لمسكان ولا تبوك المدرسة تسمع لا لا عشان شاهدك انك وصلت لا لا على طول يا شيخ يلا مع السلامة بقولك
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. يوسف طفاح حياك الله. زيد تفضلك إن شاء الله. لا خير. حياك الله. والله بس جيت لك معي موضوعين كذا. الموضوع الأول يخص فتين سرقت شبكة الري حقه، فنشي تعاونكم عشان نقبض على السارق. تيني مش من الواجب يا فندم أن فتيني كان يجي لعندي إلا لا، وأنا حيد معه الموضوع إلا لا. يبوك أشغلكم لما يشغلكم في موضوع تافه مثل ذا. شبكة الري بالملايين موضوع تافه يا طفاح. على العموم القضية كدنا عند ضابط الأمن وشيبدأ التحقيق فيها، والقانون شيطبق على الجميع يا طفاح. تمام. ها خير. وموضوع ثاني ما هو يا فندم؟ أبيك عندك من الصباح ولما دحين ما روحت، وانت من هتافك هنا تتحاكم بينهم رجال من حين ما أنا حرميتهم هنا. جعفر فتيني يلا أبوك بيتكم، روحي يلا. شقة يلا روحي يلا. يا شيخ طفاح يا شيخ طفاح، ابوي انت عندك صباح ولا لا؟ ابوك اتى الصبح هنا وقال لي ابلا ما هو الاسبوع تمام ولا لا يسلم لي بيسي. لما اتاش بعد اسبوع انا شاب الزم سند واوديه لعند الضابط كذا ولا لا، وكذا انشا القانون يتحقق. ايوه كل احنا انشا القانون، ومثل ما قال فتيني انشا القانون، كل احنا انشا القانون وش نحيد لما يتطبق عليك القانون. تمام. وإن شاء الله شكون على رأسك ذا القانون. شن حيد يطبق على رأس من يا طفاح القانون؟ كلنا نشي القانون نطبق، والقانون فوق الجميع. نعم. الحين خاطرك يا شيخ. الله معك الله معك. السلامة. أهلا وسهلا. أيوة يا حسين رضي عليك هكذا. ابعد الورق الصفر كلهن، وابعد العيدان اليابسة، اهتم بالشجرة وهي عتثمر وتديك الخير كله. يا شيخ. أهلا. جاوب. من أجاوب؟ أم هرمة. حرمة بتدور علي أنا؟ إيه خير إن شاء الله. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أختي زنبق خير؟ أعشي أي حصل؟ وعرفتيني شي ولا شي؟ فتيني بخير بس أعيش يا شيخ. أنا عند الله وعندك كل شاطر يا شيخ. شفيقة أبوك يشتي فين هبين؟ أبوك اليوم هاربوا من مشيخ طفاح لأنه كان يشتي حبسه، والآن متخبي ومكان ما حد داريبه بالأمارة انداري ذمسيلس. صح. أبي كان رايح لطفاح ومشيخ ده حقي في أنا ده حين. أتي بعد شاء يلا. يلا بوكم فوق كل شوتر وآتونا يلا. الله تمليون يا زنبقاء. مليون بالكمام والتمام. ناي زنبقة. ايه. اطلعين. فين هني؟ ايوه اطلعين جزيرة. ما اصلح يا شيخ اطلعين. زنبقة. يا شيخ ما اصلح وشو وسخ مكانكم. اطلعين. مين اللي قتل بياس كلها يا زنبقة؟ جزيرة مليون. ايوه. شوف انا ربحتها في مسابقة. لا تصدق. دبرتها وبس يا شيخ. طيب اسمي يا زنبقة، عشقت بي اللي نصيبك في الأرض تمام، وأنا شابلك ذا المليون وش أزيدك فوقها مليون. يا شيخ احنا تكلمنا في ذا الموضوع أكثر من مرة وكلمتك إني ما أقدر وانت جاي استرفش في ذا الموضوع. ما هو ذا الحكاية. يلا انزلي طلع أنت تقمبر. انزلي. 2 مليون شابلك وش أزيدك فوقها مليون، ما رأيك؟ جيت فوقها مليون؟ ايوه. يا شيخ انا افسها تم سند وخرج لي شوتر. الله يرضى عليك خليني بوك للبيت. ذا هو سند. سمكة ما معك هنا هبلة، ما معك هنا. يلا ناقص نقول نحن. يلا روح البيت. يلا يلا هي هبلة لك حي. وين يا شيخ؟ خلاص اسمع، لا يا سمكة انا مليون اسمع الا لا ومسند كده انا معاه. زنبقة هبل المليون؟ ايوه. وانا شهبلك ذا مليون وش ازيدك مليون؟ لا انت رجال تمام الا لا، خليها تفيري نصيبها. اما ارضي قريبه من ارضي وانا حقبها تفهم الا لا يا شوتر. تمام يا شيخ. سمع. اوافقا كلمتنا تمام الا لا. تمام يا شيخ. ولا ما وافقا ايش كده انك داري يا شوتر. داري يا شيخ داري. يلا زنبقة. ما هو ذا المكان؟ فين أبيك؟ أقول لك امشي بعدي أباقي قليل نوصل. فين؟ امشي.
زنبقة؟ ايه زنبقة؟ لا لا لا، منين جبتهم فلوس؟ منين جبتهم فلوس؟ ياه رحت لعندهم الشيخ فاضل بزيت البصار حقه وقلت احب هلا عندي شديني فلوس وبس طلع اصيل ابن اصيل ولا شيء ولا شيل مني بصيره وحفلي سلفني مليون والله ان اصيل ده فاضل زنبقة؟ ايه اسالك سؤال؟ ايه يعني رغم ان انا اخذت مليون ذا وزوقت عليكي لما انقذتيني من طفاه؟ مكسوره ناموس، مكسوره ناموس اصلا، مش عارف ليش، مش عارف ليش يا شوتر، اني اصيله بنت اصيل، اصيله بنت اصيل، ولو انك خاين وكسرت قلبي ومكسر ذا ما يشفيه الا الموت ولا ينسيه الا الموت. بس مهما كان انت شوتر، انت شوتر وانت الحب الاول والاخير، انت راكور حياتي. عارف ايش معنى راكور؟ يا انا مش عارفه. المهم مهما كان انا ما رضيت انك تهتم عند ذا ولا عند ذا ولا اشوفك مهتم، بس لازم تعرف ان اللي يقهر زنبقة كذا يبهذل ارحم الراحمين. اصيله زنبقة، اصيله اصيله. قارع يا فين حبيبي؟ وصلوا وصلوا. يا صرخة الأرض دوي حسك سحب تمام ما شاء الله. يلا مع السلامة. أين الرجال؟ صوت الشرف مدحوح والباب استغاث. أي 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 مالك مالك؟ شو 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 ما بي برجل؟ يا رجلي يا رجلي يا رجلي يا رجلي يا 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 الله اكبر عليك يا زمك. انقذتك لقيتي لقيت في شوكه شوكه ذيو اللي انت صبرت قليلنا خرجت من راسك. يا رجلي اللي يقلني ان شاء الله زنبقة. صدري له 3 ايام وقعنا واصل ما اعرفش ماله. صدرك يوجعك؟ ايه والله. وتحس بسأله سأله كل يوم؟ ياه. وضيق تنفس؟ ياه. شوتر قلت لك يا شوتر بطل المكركر مكركر في المداء المداء، انت كل يوم تشرب مداء ذا خطر على صحتك. انا قلت لك بطل، انت عارف ان متدخين سبب رئيسي لتسلل الشرايين وتحطم اللوزتين والانف. ماذا بخبرني؟ ماذا ذاك انت يا هبله؟ انا متألمه ما وطي صدري ما وطي. خلص اسمعني ياه. روح عند دكتور روري. اي والله اليومين وانا اقول شو اروح عند روري شو اروح عند نوري واتكاسه. اسمعي يقول لك انت كملي قزاله من بيت. شبك معك انا خايف عليك. لا انا شابك عند نوري اتعالج وشوف يعمل لي حاجه وانت اسبقي من بيت. يلا سلم على روري معك. يلا الله يفتح عليك. يلا في امان الله. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب بقى انا نصيبي اخرة عمري تحطيني ببيت واحد مع السحليه الزباله المعفنه دي. انا سحليه يا شب بر الحطب؟ انا سحليه وبين وبينك انت صادقه غلطانه اللي حطنا هنا اثنين جمعه. انت مكانك هناك عند بكر والغنم وعندهم قراش هناك يا زباله. انا يا رحمام اللي اقعد وسط الغنم والحاجات دي للناس الزباله دي اللي زيك. لو انا زباله لو انا زباله وكمان انا اشبهك يا سحليه يا ناس انت كلها كنت انت تتكالى ورجعت وانت تتكالى مالك؟ شوفي كم رجعت من بيت المدحين. يلا تطلون حي الله حي الله. طريق يا مرحبا. نكون نشرب شاهيني يا شوفي كم رجعت من بيت المدحين. دورت على انكريا كلها ما حصلتهاش. ومن متى ضايعوا؟ من الظهر. من الظهر؟ ولما ما تلاقيش تبلغ ان احنا وانت تداري ان ابوك عندنا من الظهر؟ أنا قلت إنها في مكرية خليت أمل تروح تدور لها. دور لها بنتي ضايعة من الظهر وما تقول لنا ليش؟ أكيد قاعدة تتقارعن، أكيد قاعدة تتقارعن من كل الليل. وأنا شبيكة من العمل كم سوي؟ ما نوصي؟ شوتر ما تبصليش كده، والله العظيم هي اللي بتجيب البيت. بس يا جدع وش هذا الخبر؟ هيا نروح ندور لها. هيا الليل الله أكبر عليك. الآن نرجع بيتك مش موجود هنا. ما
لا حول ولا قوة إلا بالله. شفيقة يا شفيقة. شفيقة 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 شفيقة. لا لا وقال قلبي حليق وشفيقة. شكر رحم نفسك يا شفيقة. روح روح وشفيقة. روح روح وشفيقة. بنتي لي قبل يكون مصيرها من نور يا بالزغل. بنتي من نور يا بالزغل. يا شاطر رحم نفسك شنلقاها. خلاص يا شاطر بعد المالك تندب عليها مثل الحريم كده. ما هو اللي يخليك تحكم عليها انها كدمات. روح روح يلاه ندور بعدها. يا طار الروح يا شفيقة. يا بياض عيوني عليك وشفيقة. شو ترى كلكم ندور بعدها. هيا يلا اتحركوا. يلا شفيقة 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 شفيقة. عندي 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 نكتة عندي نكتة. مرة واحد محتار محتار يطلع دكتور ولا يطلع صنعاء. مرة مرة مرت عيشتك إن شاء الله صح. يلا يلا بقم قرية. يلا لا ليل لا ليل من قرش حق الناس. يلا بقم قرية. إنه بك يا شيخ بقم قرية. يلا وابا 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 وابا. يا شيخ بدأت من التراب اللي تمشي على رجليك. يا شيخ بدأت روحك بدأت ايدك بدأت ركبتك. يا شيخ من شفيقة بعد. يا شيخ شفيقة بعد. يا شيخ شوف لنا وين راحت. يا شيخ دور عليها دور عليها. ما هيتم حلاوي الحق ضياع عن بنات. وبعدين انتو زنبقة ما تعرفون شربون. يا ما تخلون بنتكم لا تساوي مش موجودة. لما يا شيخ يا شيخ انا خايفين لك قطر نوريا يكون قتلها. يا شيخ يا شيخ انا اتودى جسم تكحيت فيها. لا يا شيخ انا اتودى جسم تكحيت. يا شيخ خلاص يا زنبقة خلاص خلاص يا مولولي خلاص. انا شاخلي مجالي بكون دورهم بعدها. تمام لا 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 مالك عيون نهاش. انا شاتصل بالضابط. يلا شو تربز مرتك. يلا الله يحفظك يا شيخ الله يستر عليك. لا شيخ زنبقة وينك يا شفيقة وينك يا شفيقة. شفيقة بعساز. حاضر يا شيخ. اسمع من الصبح تبكرون انتو حارس. تمام تبوكن محل ما يسمر عواف. تسمعون لا لا ولا لقيتون شفيقة هناك. تسمعون حاضر. اهتوا اللي بقى وضعينه. يلا لا يكون ذم حمارها بعد مصيبة ثانية. يقول زنبقة بوكين بيت بوكين بيت. لماذا وانت في ايش تبوك؟ انا شابك قرية امها. شرب بوك لما اشوفها قد تكون هناك قد تكون راحت هناك. تمساء يا شوتر تمساء. انت بعقلك شتروح لعندها تمساء. روح من بيت وصباح رباح. صباح رباح يه. وكيف اركض وكيف يخمض لي اهل وبنتي مش موجود. وكيف اركض واحنا منوم شفيقة ضايعة. وكيف احنا منوم شفيقة ضايعة. يا زنبقة شفيقة شفيقة بلاش بوك بيت بوك بيت. لا حول ولا قوة الا بالله. حارث ها شيخ بكره الشفيقة وبزلها ما يوم اكلوا. تسمع لا لا ولسه قاعد عيدك. يلا عوض عوض. ام حمار هو حمار يقضم لسانه مرة وانت تقضم لسانك اكثر من مرة. انت اغبى من ام حمار. يا اصلا انا انا كنت اصلا شيء والله. انت ما هو ما هو انت ما هو. بزيت نوريا وقتلتها واغتصبتها. تمام وخارجتك منها. ودحين تبص شفيقة شفيقة وتغتصبها. أصلا أبا أنا لم أعملش كذا. أبا شفيقة في خطر علي. اشتري تبلغ عند الضابط. ولما تغتصبها أصلا أبا قلت أذلها قبل ما تذلنا. ذلها
ذلها ذلها يا عوام، تذلها يا عوام، تحب لي مصيبة أوسخ من أمثال يا عوام. ما هبك أنا الحين، ما هبك، ما هطيبك أخطلات. بابا تخارقنا من الورطة بابا، مش تخارقنا من الدنيا بابا. أنا ابنك الوحيد بابا، والله معي دهاء، والله والله. مشكلة أنك ابني الوحيد، المشكلة أنك ابني الوحيد، وأكيد تخارقك لأن الغلط مش عندك، عندي أنا اللي دلعتك، أنا اللي دلعتك يا أوام. تمام يمين بالله يا أوام، يمين بالله لا يكون لك حسابني، تسمع إلا لا. يلا يلا اخرج من قدامي، اخرج. وابا وابا وابا. كلي يا شفيقة كلي. مسكينة يا شفيقة، مسكينة تصنع قلبي شهد قطع لك يا شفيقة يا بنت شوتر. منك لله يا عوض. كلكم مجرمين، كلكم قتلة، أمرقني لله. طفاح وابنه، هون الظلمة، هون الظلمة يا شفيقة. وأنا مظلوم زيك، صدقي إن أنا مظلوم زيك يا شفيقة. والعمل اللي عمله بك عوض عمل ما يرضي أي إنسان. عوض المجرم هذا أنا أكرهه، أكرهها أكثر مما تكرهنا أنتن. ما هب أنا الحين، ما هب ذا موليدي خلقنا من مصيبة يهب لي مصيبة أكبر. وتا شفيقة، شفيقتي أنا وديها. ما هو الحل الحين، ما هو الحل؟ السلام عليكم. حلو الله شيخ، وصلت لا عندك على ما قلت لي. تصدق أننا لا رحت لا للمدرسة ولا للسكن، لا عندك طوالي. خلاص يلا بوقع مدرسة، يلا مع السلامة. مبروك. عيد خير يا شيخ، خير. أنت مش كنت يا شفيقة؟ كنت أشتي شفيقة، بس أنت عارف إن أنا تقدمت لعند أبوها، وأبوها صيح فوقي ورفضني وطردني وهانني. ولا هانك وطردك وبعد لك على قولك تقمت بالزبيت تختطفها وتهرب. أفز البنت واختطفها وأهرب؟ أنا يا شيخ ما أختطف أحد ولا أهرب، مالك يا شيخ؟ أنا داري إنك ما اختطفت أحد، داري إنها باكل معك برضاها. لكن اسمع خلاص، أنا أكلمك، جئتي لعندي شوتر وش أزوجك يا هنا؟ من تزوجني يا شيخ مالك؟ أنا ماني ذي هربت معي. خلاص شوتر جئتي ولا شو أزوجك يا هنا، تفهم؟ ما هو شوتر يجي، ما دخلي أنا، ماني زوجني، ماني الذي هربت أول حاجة يا شيخ. فهمني فهمني مالك. بساس ما شيخ وزا وفهمه تمام. لا ما فهمش مطة. لا لا يا شيخ ما فهمني عندي يا شيخ، انا افتر ركبك يا شيخ. ما هو الخطر، انا ما هربت، ما من يلا بجاي. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. قل يا شيخ لقيتوها؟ لقينا الحمد لله. هو لقيتوها؟ لقينا يا شوتر، ما تعرفون شربون جوتر. ياه بنتك هربت مع مبروك. هربت مع مبروك؟ مش معقول، مش معقول يا شيخ. منو قلت الكلام؟ منو قلت الكلام؟ والله اني قلت الكلام لكن حسانه. بعد خليك، انا وصيت مدام جعله تمام، ومسكوهن وذهن في طريق واتين بيلا عندي. يا الله يحطيك، سود الله وجهك يا شبيكة، سود الله وجهك يا شبيكة، ما ضحتي لله وضحك يا شبيكة. أبا والله لك ظلم مذنين. ماشي لما نتأكد يا جماعة. ما تتأكد افتيني شوتر. اسمع بتأكد انا بل انا فضيحة تمام ولا لا؟ احنا نزوجها على ذا اللي اسمه مبروك تمام، تسمعنا؟ نزوجها على مبروك وخلاص، ما انساش لا فضايح. وانت فكر شي تنبول ذحي الا عندي، ورد لي خبر تسمع. تسمع يا شيخ. يلا هربا هربا شبيقة هربا. لا حول ولا قوة الا بالله.